كورس لا شك انه مفيد جدا. يعني بالنسبه لي انا استفيد منه من ناحيه عمليه، في شغلات انا اوريدي يعني مسويها بس ما كنت اعرف ان المسمى الصحيح لها. مثلا راح استفيد منها في جانب اللي يتعلق في خلينا نقول العمل اللي قاعد اشتغل فيه، حسابات الربح والخساره مثلا. هذه المسائل راح تفيدني اتصور كثيرا، واتمنى الجميع ان يكون استفاد. لا شك ان الجميع استفاد من هذا الكورس، وانا راح اوصل فيه طبعا. لا شك كورس مثل بروجكت مانجمنت بروفيشن راح يكون مفيد لكل شخص يشتغل بالبزنس. شكرا.